طولة. يلا بالإذن اسمحوا لي قبل ما يأذن المغرب. يلا يلا في حدا؟ هاد أكيد وضاح إجا. معلش يا تقبر نستنى شوي. يلا تقبرني فوت. مين هاي؟ هاي نبيها. مين نبيها؟ نبيها مرتي على سنة الله ورسوله. شو ذنب؟ لساتها عروس، ليش تتجوزها إذا بدك تتجوز عليها؟ ليش؟ يا ترى أنا غلطت بجوازة وضاح ولا ساويت اللي كان لازم يتساوى؟ والله ما كان قدامي غير الحل. سامحني يا ابني سامحني. ديبو مور مختار. الله يرضى عليك، انا رايح على الجامعة، دير بالك على المضافة. الامور مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش هيك سويت؟ اسمي ونصيب اختي كله امر الله. لا اله الا الله. بس يعني وضاح نعم يا بي. الله ينعم عليك. ليش مو مشعلي الاضويه كلها؟ امك وين يا بي؟ راحوا هن ورويده على بيت خالي. نبيها وينها؟ فاتت على اوضتها. يا لقابة قلبي عليك يا رويدة، مين قال انه وضاح بيعمل فيا هيك؟ ماني مصدقة انه وضاح يعمل هيك، ماني مصدقة. لا صدقي يا موضح صدقي، ليكو سواها وخلاص. يا لقابتي عليها، لساتها عروس وما تهنت. وين راح اخي هلا؟ راح لعند ابو وضاح، راح يفهم منه شو القصة. يا سواد وشي منه، مالي عين اطلع فيه. أخوكي راح يشوف إذا بنتي عملت لها شي عملة بتستاهل أنه يتجوز عليها وضاح. شو بدها تعمل يا حضرتي؟ طولي بالك عمتي، تقبريني طولي بالك. لا تخافي لا تخافي نبيها. مور معلم وضاح.
هلا صرتي حرمتي، ومن هون ورايح بتصيري بتقولي لي ابن عمي هي قدام الناس، بس بيني وبينك بتقولي لي اخي. انت بتعرفي قديش انا ورويدة خانم بنحب بعض؟ بعرف. انا كتبت كتابك مشان استر عليكي واحميكي من اخوكي لحتى ما يذبحك. يا ريتو ذبحني وريحني، ولا شفت لرويدة خانم بهي الحالة اليوم، شو ذنبها؟ وانت كمان مالك ذنب لحتى يذبحك. كتر خيرك، والله الموت اهون علي ولا اشوف لرويدة خانم هيك. قومي يا مستورة، قومي قومي نامي. يامو، ما عرفتي شو قصة نبيها وليش وضاح تجوزها؟ لا والله يا أمي ما عرفت. يامو، ليكون صاير شي بين وضاح ونبيها يوم اللي راح على المزرعة هو زعلان من أبوه. يو ما أجت ببالي. لا يو، أعوذ بالله، أخوكي ما بيعملها، هذا ابني وأنا بعرفه. يامو قومي شوفيها ليكون بدها شي ومستحية. عيني يامو. يلا يلا تفضل ابن عمي تفضل. يلا يا أبي قومي البسي وحضري حالك مشان ترجعي على بيتك. الله يخليك يا أبي، خليني هون. لا يا أبي، جوزك بده ياكي، وعمك أبو وضاح وعمتك مستنين رجعتك على نار، يعني بدهم ياكي ترجعي قبل ما نتهون على الحج. لو كان جوزها بده ياها ما كان تجوز عليها. انت اسكتي يا أم عبدو. ما بقدر يا أبي، والله ما بقدر أعيش أنا ومرته بنفس البيت. خلاص يا أبي خلاص، أنا بوعدك بس نرجع من الحج إن شاء الله خلي ياخذ لها بيت لحالها، ساعتها لا انت بتشوفيها ولا هي بتشوفك. منيح هيك. ايه لسه من يومين وعدت اني لا بتجوز عليها ولا بتطلع على غيرها بحياتي، هلا بتكون عم تقول عني اني خاين وكذاب. وضاح مور يا بي. يا بي رويدة رجعت عن البيت. ايه يا بي رجعت، بقى احمل حالك وروح صالحها بكلمتين. الله يرضى عليك. حاضر يا بي. حاجة بقى بدي احكي معك، كرمال الله لا تطلع فيني هيك، والله انا مو هيك، يشهد علي ربي ما في حدا بقلبي غيرك، بس هيك الله راد. ما انك مصدقتيني ما، بشو بدي احلف لك لحتى تصدقيني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ريت اهلين وسهلين. الله يسلمك حبيبتي. كيفك بديع خالو؟ الحمد لله. شو وين البنات؟ ليش مو جايبتيهم معي؟ تركتهم على البيت جدهم بالضيعة. ودخلك بحبوها لسته؟ هي قال بحبوها وبس. ايه والله بيموتوا عليها وهي بتموت عليهم. ايه ما عدت شفتهم غير ساعة النوم. وين مرتخي؟
طالعة شوف رويدة. ست موضح، بدي أمنك أماني، تعملي لي هيك كومة تراب على جبل عرفة وتدعي لي إنه الله ينادي لي للحج، لأنه هنيك الدعاء مستجاب إن شاء الله. الله يطعم هالحجة لكل مشتهي. تقبريني أم وضاح، عملي لنا كل وحدة كوم تراب كوم تراب كوم تراب، وادعي لنا إنه الله يطعمنا مثل ما طعمك. إن شاء الله إذا الله راد. تفضلوا يا جماعة حتبرد القهوة. إن شاء الله بتروحي بترجعي بالسلامة. الله يسلمك. تفضلوا على الإيدين. قومي يا قومي تقبريني، نشفي دموعك وانزلي اقعدي معنا. ما بدي يا ماما، خليني قاعدة لحالي، مالي خلق شوف حدا. يو شو هالزلغيت هاي؟ هاي زلغيت صبحية، إلهي قص لسانا. شايفة يا عمو؟ شايفة شلون جاي تشمت فيني؟ إن شاء الله بيبعت لفش لنيعة فش. الله ينتقم منك يا صبحية يا بنت الدومري. لك ليش عم تزلغتي؟ بدك تفضحينا؟ شو هالزلغيت يا مضاح؟ هاي مرتخي أم صفوان الله يصلحها، مالها عرفانة. اللي بدها تزلغت تروح تزلغت ببيتها. سمعتي؟ والله عم زلغت فرحانة بالكنة الجديدة، وراع عن بالي المرحوم أبو أدهم. إن شاء الله بتتهنوا يا رب، إن شاء الله بتتهنوا بهالكنة وتشوفوا على وش الخير. لك تسلميلي يا حنونة يا طيبة، لك نحن بلاكي ما منسوى شي. تفضلي تفضلي، تروحي وتجي بالسلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا وعدتك وعهدتك ولساتني عند عهدي وعهدي. شلون؟ فهمني بس شلون؟ بعدين فهمك، بس هلا قلي لي، ساعتك بتحبيني ولا كرهتيني؟ أنا ما بقدر أكرهك، بس الله يسامحك. مين اللي جاي عم يدق علينا من نص الليل؟ سلام وقولي من رب الرحيم. خير يا مضاح، شو بكي؟ شفت بالمنام وضاح وقع من على الفرس. لا حول ولا قوة إلا بالله، مشان الله حاجته تنسيبا. فوتي نامي وأنا فيك على صلاة الصباح، وبعد صلاة الصباح بإذن الله بشي ساعة زمان نتيسر. فوتي نامي وصلي على النبي. يلا اللهم صل على سيدنا. انت فلان وضع خشاب؟ اي نعم. انت مطلوب اخذ عسكر، متخلف عسكريه كمان، بشرف معي. يامو يامو يامو، انا اليوم بدي اصير عروسه، هذيك المدرسه ما صارت عروس اليوم، انا بدي اصير عروس. تقبري والله لساويك عروس للصبح. روحي روحي هاتي طنجه. يلا هاتي هاي ماشي الحال. يلا يا غنيله. أخذوا عريسنا على العسكر، اوه دوبوا له القطر والسكر، اوه وان شاء الله قلب امه يتعكى. يا جدي والله خسارة ويا حيف ضيعت.
وهالزمان الرابع.